تم اليوم في مبنى المحافظة الجنوبية التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة نامكون للمقاولات، بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. تأتي هذه الاتفاقية بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وتتعلق بتشييد صالة متعددة الأغراض لصالح أهالي مدينة الدور ضمن المشاريع الحكومية الخدمية التي ستقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإشراف على تنفيذها لصالح أهالي المنطقة الجنوبية، والتي ستتم فيها مراعاة أرقى التصاميم المعمارية والإنشائية بالشكل الذي يتناسب مع الطراز المعماري البحريني المتميز لاستخدامها في مختلف المناسبات المجتمعية التي ستحتضنها منطقة الدور مستقبلا. أولا يسعدني اليوم أن نشهد توقيع اتفاقية إنشاء صالة الدور، ولا شك أن هذا المشروع يحظى برعاية كريمة وتوجيهات مستمرة من لدن سيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وضمن حرص المحافظة لمتابعة مختلف المشاريع وتعزيز التواصل مع المواطنين استطعنا أن ندرس هذا المشروع ونتعاون مع وزارة الأشغال والتخطيط العمراني وشؤون البلديات من أجل تنفيذ هذا المشروع. اليوم نشهد خطوات عديدة من أجل تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع الحيوية والتنموية التي تعكس ما تشهده المحافظة اليوم من تقدم ونمو وازدهار، وكله طبعا بفضل التوجيهات الكريمة والمباركة لسيدي أهل بلاد المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل بلاد المفدى حفظ الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظ الله، ومتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكلنا في المحافظة الجنوبية حريصين للتعاون مع مختلف الجهات في الحكومة من أجل تنفيذ وتحقيق العديد من المشاريع، وأهالي الدور هم دائما نتواصل معهم وهذا يأتي ضمن احتياجات الأهالي، فلا شك أن إنشاء هذا المشروع هو جزء من تلبية المحافظة لاحتياجاتهم العديدة في جميع المجالات. المشروع سوف يكون في قرية الدور، وعلى سوف يبنى على مساحة على أرض مساحتها حوالي 2000 متر مربع، ومساحة بناء تبلغ حوالي 7777 متر مربع. المشروع سيكون في هناك صالة إلى الرجال وصالة إلى النساء للمناسبات مع المرافق المصاحبة، وأيضا مواقف للسيارات، وإن شاء الله ستكون هذا المشروع إضافة. اليوم هالدور فرحتهم لا توصف، هذه الصالة رايح تخدمهم في المناسبات واستقبال ضيوفهم، والله يطول مع عمر مع زيبنا ما قصروا. هذه على ما قال فرحة كبيرة حق هذه الدور، وفي هالمناسبة نرفع اسماعيات الشكر والامتنان إلى سيدي إلى مقام سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه على توجيهاتهم بإنشاء هذه الصالة وتطوير المنطقة ككل من جميع النواحي، من نواحي التعليمية والصحية والترفيهية